بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا مع سورة الكهف، وفي الحلقة السابقة كنا في صحبة قوله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قلنا معنى قيما يعني مستقيما، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقلنا معنى كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي عظمت تلك الكلمة التي قالوها بأن لله ولدا، عظمت في إيه؟ في الفحش وفي الكذب وفي التطاول وفي الجهل. ولذلك عاقبة من نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى أن له ولدا عاقبتهم الخسران في الدنيا وفي الآخرة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما في القبح. تكاد السماوات يتفطرن منه ويتشققن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلية الرسول وتثبيته وإدخال السرور على قلبه. فماذا قال سبحانه؟ قال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. معنى باخع نفسك يعني مهلك نفسك هما وغما من البخاع، من ايه؟ البخاع، لفظ البخاع. تقول: ذبحت الدجاجة او الشاة حتى البخاع. يعني ايه البخاع؟ يعني حتى نهاية منتهى الذبح. ادي معنى البخاع. ولذلك نسمعكم ما قاله الإمام القرطبي في معنى هذا اللفظ: باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. وقوله باخع، اللي معاه الكتاب، وطبعا احنا سلمنا لحوالي كام، يمكن 60 واحد، ما عرفش اللي موجود أمامي كام. باخع من البخع، وأصله أن تبلغ بالذبح البخاع، مش كده برضه؟ وأصله في صفحة 470، وأصله أن تبلغ بالذبح البخاع بكسر الباء، وهو عرق يجري في الرقبة، وذلك أقصى حد الذبح، ينتهي عنده الذبح. ابننا اللي في الدراسات العليا اهو، اللي انا بدرس له اهو، جايب الكتاب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، برضو ابننا التاني. ليه؟
تعرف معاني الألفاظ، تعرف معاني الألفاظ، فلعلك باقع نفسك على آثارهم، أي فلعلك مهلك نفسك هما وإيه وغما إذا لم يؤمن الناس. والقرآن بيسلي الرسول ويقول له: يا محمد، أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب. لكن الرسول بجانب ذلك لما يجلس مع جماعة من المشركين مثلا ويبين لهم الإسلام، وبعد ما يبين لهم الإسلام وكل حاجة يقولوا عنه بأنه إيه؟ ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها إيه؟ واحدا. الرسول يحزن ولا ما يحزنش؟ يحزن. فالخالق عز وجل يقول له: يا محمد، لا تهلك نفسك أيها الرسول هما وغما بسبب عدم إيمان هؤلاء المشركين وبسبب إعراضهم عن دعوتك، فإنما عليك البلاغ وعلينا إيه؟ الحساب. فمعنى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، معنى باخع نفسك يعني مهلك نفسك هما وغما وحزنا لأن الناس لم يؤمنوا إيه بك. لا يا محمد، لا تحزن ولا تبتئس، نحن أعلم الناس في كل زمان وفي كل مكان، منهم الصالحون ومنهم غير الصالحين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ أتواصوا به؟ لا. ده الهداية من مين؟ من الله. والعقائد لا إكراه عليها، والإكراه على العقائد لا يأتي بمؤمنين صادقين، وإنما يأتي بمنافقين كذابين. ولا تستطيع، لا أنا ولا أنتم ولا الدنيا بأكملها، ما نستطيعش إن احنا نكره الناس على عقيدة أو حتى على طلب العلم. الله، طب ما هي مدينة البعوث اللي موجودين فيها الآن، اللي موجودين هنا الآن واللي ساكنين هنا أكثر من 1000 أو 2000، طب اللي موجودين أمامي أنا كم واحد؟ 30 40 50 100؟ طب والباقي نقدر أنا نكرهه؟ نقدرش. نقدر نكرهه على حضور؟ طب هو ده خد الكتاب على أنه يحضر، خد الكتاب وما شفتوش بعد كده، طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ بنشكو إلى الله؟ لا أملك، لا أملك إلا ذلك. لكن نقدر نقول له: ما أنا أخذتك لازم تيجي. هيقول لي حاضر وما يجيش، طب نعمل إيه؟ لا إكراه. ما تقدرش تكره حد على حضور مجالس العلم، ما تقدرش تكره حد على الإيمان، ما تقدرش تكره حد على القراءة، ما تقدرش تكره حد. لا، ده إذا ما كانش هو عنده الاستعداد، أنت وظيفتك تنمي الاستعداد. لكن هل تستطيع تكره؟ ما تقدرش. ولو أكرهت هيقعد وهو مسلم لأنه قاعد مكره، مش كده برضه؟ لكن اللي جاي باختياره وجاي علشان يتعلم ويزداد علم، هو ده اللي فيه الخير، هو ده اللي يكون داعية، يدافع عن الإسلام ويحب الإسلام ومقتنع بالإسلام ويبين ما في الإسلام من محاسن. لكن اللي جاي ده مكره هتلاقيه قاعد ولا يفهم شيء، وإذا فهم مش مقتنع. فالله عز وجل يقول للناس جميعا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم: عليك أن تدعو، وعليك أن ترشد، وعليك أن تنصح، وعليك أن تباشر وتواظب على النصيحة وعلى القراءة. زي ما بيقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما كان في مرض الموت، في مرض الموت وقاعد كده، قال: هاتولي الصحيفة الفلانية عاوز أشوفها. قالوا له: دي أنت مش قادر تتكلم. قال: ولو هاتوها لي مع المحبرة إلى المقبرة.
جابوا له الصحيفة بص فيها كده وقال له لا الحاجة الفلانية دي أو الحديث الفلاني اكتبوا فلان عن فلان بدل فلان عن إيه. ده عشق العلم، عشق العلم، عشق. فالقرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أيها الرسول الكريم، لا تهلك نفسك هما وغما، لأن كثيرا من الناس لم يستمعوا إلى نصحك وقالوا فيك ما أنت بريء منه، فلعلك باخع نفسك على آثاره. قلنا معنى باخع نفسك يعني قاتل نفسك هما وغما إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه أسفا. وتقدير الكلام إيه أسفا؟ تقدير الكلام: فلعلك أيها الرسول الكريم مهلك نفسك هما وغما وأسفا إن لم يؤمن من توجه إليهم الدعوة، إن لم يؤمنوا بإيه؟ بهذا الحديث الذي توجهه إليهم عن طريق القرآن الكريم وعن طريق ما أعطاك الله عز وجل من إيه؟ من علم. ولذلك قال العلماء عند تفسير هذه الآية الكريمة: لا تهلك نفسك أيها الرسول الكريم هما وغما بسبب عدم إيمان هؤلاء المشركين وبسبب إعراضهم عن دعوتك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أراد الله عز وجل أن يبين للناس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحياة بما عليها من مخلوقات ستنتهي في يوم من الأيام. فماذا قال؟ قال بعد ذلك، بعد تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أمر الله سبحانه وتعالى له بأن يخفف عن نفسه، قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها، أي ما على الأرض، صعيدا جرزا. معنى صعيدا يعني إيه؟ يعني ترابا. ومعنى جرزا يعني لا نبات إيه فيها. فمعنى الآيتين الكريمتين: إنا جعلنا ما على الأرض من نباتات جميلة، من مزروعات حسنة نراها بأعيننا، نخيل وفواكه وأعناب، إنا جعلنا ما على الأرض من نباتات حسنة زينة لها، يعني جمالا لها. لما؟ لكي نختبر الناس، نختبر الناس، فمنهم من ينظر إلى تلك الزينات فينتفع بها ويؤدي الشكر لله سبحانه وتعالى عليها، ومنهم من يقول ما قال قارون: إنما أوتيته على إيه؟ على علم عندي، ويأكل نعم الله ولا يشكر الله على هذه إيه؟ النعم. أدي معنى لنبلوهم. يبقى لنبلوهم بمعنى إيه؟ لنختبرهم، لكي ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. أدمعنا لنبلوهم، يعني ملأنا الأرض بالخيرات، أليس كذلك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، ملأناها بالخيرات وانتفع بهذه الخيرات العاقل وغير العاقل، انتفع بهذه الخيرات المؤمن وغير المؤمن، انتفع بهذه الخيرات الصالح وغير الصالح. فالصالح سنكافئه بالنعيم في الدنيا والآخرة، نكافئه كما قال الله: نحييه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة إيه؟ نعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أدمعنا لنبلوهم أيهم أحسن إيه في الأعمال في التقرب إلى الله. وإنا لجاعلون ما عليها، ما عليها الضمير هنا يعود إلى إيه الأرض. الآية السابقة بتقول إنا جعلنا ما على ما جعلنا ما على الأرض زينة لها، وإنا لجاعلون ما عليها اللي ما على إيه الأرض صعيدا دمتا. عندما يأذن الخالق عز وجل بنهاية الدنيا يبقى تتحول الأرض الخضراء إلى أرض إيه تراب. جرزة يعني لا نبات إيه فيها. متى تتحول؟ وإنا لجاعلون ما عليها ما على الأرض صعيدا جرزة، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد إيه القهار. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إيه معنى هاتين الآيتين بإيجاز؟ معناهما امض أيها الرسول الكريم في تبليغ إيه دعوتك. طب أخذنا امضي من أين؟ لأن الآية التي قبل كده بتقول إيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه أسفا. وقلنا معنى باخع نفسك يعني مهلك نفسك هما وغما، مش كده؟ القرآن بيقول له لا، أنت عش في هذه الحياة وتمتع بما فيها من خيرات أحلها الله سبحانه وتعالى، وامض في طريقك، وامض في إيه في طريقك، ولا تيأس ولا إيه ولا تيأس. وإنما عليك أن تؤدي رسالتك وأن تتمتع بالنعم التي أنعم الله، وأن تزيد في تعمير هذه الأرض في الزراعة وفي الصناعة وفي كل ما من شأنه أن ينفع إيه الناس. ونحن بحكمتنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فكأنه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد امض أيها الرسول الكريم في تبليغ ما أوحيناه إليك، ولا تبالي ولا تهتم بإصرار الكافرين على كفرهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. مش الآية التي في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فإن حكمتنا قد اقتضت أن نجعل ما على الأرض من كل ما يصلح أن يكون زينة لها ولهم وللخلق وللناس جميعا، أن نصير فإن حكمتنا قد اقتضت أن نجعل ما على الأرض من كل ما يصلح أن يكون زينة لها ولهم يعني وللناس موضع ابتلاء واختبار، موضع ابتلاء واختبار للناس ليتميز المحسن من إيه من المسيء. هذه الشجرة أنا أملكها أو أنت تملكها، فإذا ما انتفعنا بمحصولها وأدينا حق الله فيه في هذا المحصول فجعلنا منه جانبا للسائل والمحروم، يبقى في هذه الحالة يزيدنا الله من إيه من هذه النعم. لكن إذا ما بخلنا به وقلنا ما قاله قارون إنما أوتيته على علم عند، النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فمعنى قوله لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنختبرهم لكي يتميز الشاكر من غير الشاكر. كما اقتضت حكمتنا أيضا أن نصير ما على هذه الأرض صعيدا جرزا،
يعني ترابا لا نبات فيه. متى؟ قلنا هنا عند انقضاء عمر الدنيا. يبقى صعيدا جرز ستتحول الأرض إلى تراب لا نبات فيه. متى؟ قبل قيام الساعة. لكن ما دمنا في هذه الحياة فمن نعمة الله أن الأرض وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل من كل زوج بهيج. لما؟ لأن نعم الله على خلقه لا تعد ولا تحصى. والله سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس على ظلمهم ما ترك على ظهرها من من دابة، ولكن الخالق عز وجل وهو الأعلم بخلقه جعل هذه الدنيا فيها الخيرات الكثيرة وأعطى الناس كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآيات التي في سورة إبراهيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب لكم تكررت كم مرة؟ لكم الضمير ده لمين؟ لنا نحن جميعا، للناس جميعا، لكم أيها الناس، مش كده؟ وتكرر كم مرة لكم؟ مش مرة واحدة، حوالي 4-5 مرات في آيات محددة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي فعلنا ذلك لنختبر الناس على ألسنة رسلنا أيهم أحسن عملا بحيث يكون عمله مطابقا لما جئت به أيها الرسول الكريم وخالصا لوجهنا ومبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معنى ليبلوكم يعني ليختبركم ليمتحنكم أيكم يشكر الله على نعمه ويؤدي وظيفته في هذه الحياة. وفي الحديث الشريف إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، وقوله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، زيادة في التزهيد في زينتها حيث إن مصيرها إلى إلى الزوال، وحض على التزود من العمل الصالح الذي يؤدي بالإنسان إلى السعادة الباقية الدائمة. 8 آيات ابتداء من قوله من أول السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. 8 آيات قررت هذه الآيات أولا الثناء الكامل على مين؟ الثناء الكامل على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إنما هو لله عز وجل. ثانيا وأن الكتاب الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا عوج فيه ولا مين. حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. هذه اللي نأخذه من هذه الآيات 8. وأن وظيفة هذا الكتاب إنذار الكافرين بالعقاب وتبشير المؤمنين بالثواب. دي حقيقة ولا ليست حقيقة؟
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. وقبلها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم إيه أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ده خلاصة الآيات، خلاصة الآيات. رابعا كما أن من وظيفته تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي نأخذها من إيه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه أسفا. يبقى هذه الآية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أثبت على ما أنت عليه ولا تحزن، بل عليك أن تبلغ، وهذه وظيفتك، أنت عليك البلاغ ونحن علينا إيه الحساب. كما أن من وظيفته تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عما أصابه من أعدائه ببيان أن الله عز وجل، الآيتين الأخيرتين ببيان أن الله، خامسا ببيان أن الله عز وجل قد جعل هذه الدنيا بما فيها من زينة، جعلها إيه يا أخوانا؟ دار امتحان واختبار، فمن شكر كوفئ بالثواب وبالخير، ومن جحد يبقى عوقب. دار ابتلاء وامتحان ليتبين المحسن من المسيء، وليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وسبق أن قلت لكم أكثر من 10 مرات من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ليس بلازم انك تقول لي خيرا يره يعني في الآخرة، لا لا، خيرا يره يجوز ان يراه في الدنيا وفي ايه الآخرة. ما تقيد ليش ده بالآخرة بس، لا ابدا، كل من يعمل خيرا قد يجد ثواب ونتيجة عمله في الدنيا قبل ايه الآخرة، وعطاء الآخرة أكبر من عطاء إيه الدنيا. ويؤيده الآية الكريمة التي في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، شوف هنا من ذكر أو أنثى وهو إيه بهذا القيد، فلنحيينه حياة إيه طيبة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.